Oh, baby, I'm gonna get a fight. Oh, baby,
obey the farad, I'm gonna die by. 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 Obey the digia udukke, obey the halke muagul, obey the digia udukke. Aye, obey hakanta ganaga dafai, obey the farar ganaga dafai, obey kala kala ganaga dafai, obey the digia udukke, obey the halke muagul. Obey the gana barwakaye. Obey hakanta ganaga dafai. Obey the farar ganaga dafai. Obey kala kala ganaga dafai. Obey the digiya udukke. Obey the halke muagul. الله يعيسك ان كوحدة فنانين تهي مهوران بان آد بهم أسيهين آد بهم أسيهين مهوران بان هل مروا صعبة مدحوين اها دولة بطلال منو سعيد عبد الله داني يو فنانين ته قيبتود ليلو يو هل مروا صورة ايا مركا حيق دونا واي هاي لماذا قيس با استاقيسان حب ماموسكا يا ابوان دقافي دقافي آد دوما سنتين كوحدة يو دم باك الشي راع كوه لا أودم بعكر شيء صور قاضي عاش فرصة بانسينينا عبد الرحمن فرصة بان صور قاضي عاش سينينا وحن وحسينينا هرت فرصة عبد الله أيها ماموس كصحيح سين لوكر استعجيو مع مدحويني هو دولة بندلان مدن سعيد عبد الله تاني أيها حتى صور ولا كوتشرا عبد الله أيها فرصة سينينا كدي بان صور هذا قاضي تونا وحيرو فرصة أيها سين تونا هل دقيقة يعني سينا نصور قضايا شا مدحوينها دولة بدلان يا مدحويني هوري مدن عبد الله محا علي قاس يا مدحوينها دولة بدلان مدحوين سعيد عبد الله الدني لبدو يا كوح لما هو رامبان ايا هل كان هل صور وداكو قراي اد باو ما سنتهين هبين وانا اكسان وقروح بدن بان راح حسين كو ذا لوليو اد باو ما سنتهين اد باو ما سنتهين اد باو ما سنتهين اد باو ما سنتهين كوحدة مهوران بان واوصل لابان دونا او هدو تو استانتا انتان لصارين او عانا كا وقتك انسوغ انو ايغا ايا اوصل لابان دونا او هيساكا لينو سو تبين ايا لكن وقتك عربنا اينا هرمار انو خطبادها حل هرسي ايان هل كان خطبادها اوصو كوبنو ان مسولين تاان هل كان فرصة دكوسي انو عربنا شنشان دقيقو او همبليا دي ايو ارميه كلا كهر ليانا اينا كوسو كوبان وقتك آد اينا او حدنا عربنا فرصة عن صارك يكو الفنانين تهدو وصل لابن إنه أنت عارس صارك لك جاريو أيان فرصة سينينا وحيل سود ويسان قدومي يا هدك ماذا قال كعيو قدومي يا هدك ماذا قال كعيو قال كعيو صعب كي نما مغلا قال كعيو قدومي يا هدك ماذا قال كعيو ساهد محمد علي سود وقدومي ما صنعت شابا مدحوينها دولة بطلان مدن سعيد عبد الله يدني مدحويني هو دولة بطلان مدن عبد الله محمد علي قاس مدحويني كوين هو محمد يوسف محمد علي يوسف يو حمنها وسيرة تلياشا عيد مضى هوينكا أغويانكا دلني رضا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي همبليو همبليو وحان وغو همبليان إن دمان ومدى الصومالية سند قردي لحدنات إكسور إكتي maalintii aan qaadanay xurriyadda hambali ayaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhawow degmada gaalkacyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaad maanta naga xustid sanad guuradii lixdanaad ee ka soo wareegtay maalintii xuska qaranka ee aanu heryada iska tuurnay
وأد إيان وفر حسن هاينا نهلنه نسيب كان ما أنت إنا نقوله دبال دقنه دق ماذا قال كعيو عاصمة قبل كمدوك وعن هانجرنا إنا نصفرنه عاصمة قروا حفلوه بدنا كده عشرين لكن ما أنت نسيب أيان ويا لنا رجع كعيو أي وغرح بدنا كله دبال دقن مدونا كسره ما قال لنا وعن مرة هذه مصدح شالان لهين إن حفلة هاي مناسبة نواقي بيه دقمويو كأي سكر إن عاصمة دكليه سي أن أوصو بندقنا أنا ونطتك يا شعب كي يسيد أن أوه هلان هاي مناسبة مرة هذه مرصد حاد وابوغادين يا شعب كي ريقال كعيوت سيدا يوصو غيب قلين يا شرفت له أي وينين يعني حسك ما ننتا سند قردا همبالي همبالي مرة هاد أيان لين هاي سودوا مدحويني يمدن مدحويني هوري رمانتين هذه هذه ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته hambaliyo waa ma asantahay gudoomiyaha degmada gaalkacayo aad baa ma asantii reer gaalkacayo soo dhaweynta een mudane madaxweyne mudane yaal iyo marwooyin khudbadu way sii soconayaan waxaan haatan fursad siineyna isna inuu halkan kelmad kooban ka soo jeediyo ila soo dhaweeya gudoomiyaha cusub ee gobolka mudug abdullatif muuse nur sayare soo dhawo gudoomiyaha gobolka mudug soo dhawo mudane bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha dawladda puntland mudane saciid cabdullaahi dani madaxweynihii hore mudane maxamed cabdiwali maxamed cali gaas madaxweyne ku-xigeenkii hore maxamed cali yuusuf golaha wasiirada golaha baarlamaanka maamulka gobolka iyo ka degmada taliyayaasha ciidamada ururada haweenka iyo dhallinyarada saxaafadda iyo ciidamada ammaanka dhammaan inta aan xusay iyo inta aan xusinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib awalan hambalyo waxaan hambalyeynayaa kowda luuliyo oo ah maalintii xorriyaddii talyaaniga gumaystihii talyaanigan xorriyadda ka qaadanay ayna midoobeen labadii gobol ee soomaaliyeed waqooyi iyo koonfur baa la yidhaahdaa waxaan leeyahay mudane madaxweyne aad baan u nasiib badanahay caawa ku soo dhowo gobolka mudug in madaxweynihii dowladda puntland iyo madaxdii horeo puntland ba caawa munaasabadda ay aan xaq ayna annagoo aan nasiib u yeelanno reer mudug inaan qabanno khaasatan waa ku mahadcelinayaa waa u mahadcelinayaa degmada gaalkacyo iyo gudoomiyaheedaba maalintan waa maalin soomaaliya ku weyn gebi ahaanteed laakiin waxaan ku jiraa waddamo dhowr ah oo ay maalintani ka khasaartay oo ay ka halleeyeen hogaamo soo maray iyo kaligitalisnimo iyo dastuurkii la baalmaray waddamada ay ka khasaartay annaga iyo waddamada carbeed ciraaq syriya libiya iyo soomaaliya dictatoris baa godka tuuray oo xorriyaddii ka khasaariyey maantana meesha aan joognana dhigay waxaan marka dal kasta oo dastuurka ka leexda wuxuu ku dambeeyaa oo dastuur la-aan hamagsada oo qofku ku xilka jeclaado inuu meel xun ku dhammaado waxaan rajaynaynaa qolada hadda joogta oo saddexdii sano iyo barkii ay meesha fadhiyeen maalin kasta dastuurka jabinahayay inay dib ugu soo laabtaan dastuurka haddii ay rabaan dalku inuu hagaago hawada beentaana iska daayaan waagii kacaanku uu toogtay saddexdii nin oo saraakiisha ahayd oo caynaansho iyo gabayro iyo ninka la yidhaahdo cabdulqaadir dheel ayaa waxaa la qabtay mudaharaad baa kacaankii qalqaaliyay marka waa laga shirbo waxaa la yidhi haddaan la toogan toosi meeh waa mudaharaad kacaanka marka dadkii baa lagu jibinaya waxaa la rabaa in dadku ka raalli yahaa laga dhigayaa waxaa i xasuusiyey mudaharaad maalin dhow sharci darro aad dadka sharciga ilaaliya ay ugu yaqaqsadaan oo ka dhacay golaha baarlamaanka uu hogaaminayay salaad cali jeello uu lahaa